مالهم؟ في زاوية من مدرسة تحاول ترتيب مكان آمن لها ولأطفالها، مكان عز وجوده في زمن الحرب على غزة. ضراوة القصف الإسرائيلي في محيط بيتها دفعها وآلافا آخرين للاحتماء بمدارس الأونروا، لكن الظروف التي فروا إليها لا تبدو رحيمة عليهم. بقول لك 14 نفر نايمين على فرشتين، ومش قادرين نصل بيوتنا، ولا قادرين نصل نجيب حرامات ولا فرشات، ولا معانا مصروف ولا معانا حاجة. يعني أنا اليوم رحنا شحتنا من المخبز خبز. وهؤلاء عادوا إلى مقاعد المدرسة للدراسة، فالغرف الصفية تكتظ بعشرات الأفراد، وساحات المدرسة لم تعد تنشر العلم في هذا التوقيت بعد أن غزتها ملامح الأحياء التي نزح منها هذا المسن وغيره. تقريبا 30 نفر في الغرفة، ويعني في نقص برضو مي ونقص غيره وغيره، ولا الحمامات بيد نتمة، وهذا يعني وضع برضو مدهور هذا، وإن شاء الله نطلب من الله ما تطيل يعني، ويروحنا بيوتنا بالسلام إن شاء الله. 56,000 فلسطيني يحتمون في مدارس الوكالة الآن، مع زيادة تقدر ب4,000 شخص يوميا على وقع استمرار الغارات الإسرائيلية. الأونروا بدأت عمليات تنظيم لوجستية لأعداد كبيرة من هؤلاء الناس الذين دخلوا إلى المدارس، بعض المدارس مجهزة والبعض الآخر غير مجهز، لكن نحن بدأنا بتوزيع المياه. إغاثة تثقل كاهل الوكالة أكثر في ظل حاجتها إلى 38 مليون دولار بشكل عاجل لإغاثة المتضررين من التصعيد. وحتى إن توقف التصعيد على الأرض، فإن معاناة النازحين يتوقع أن تستمر لأمد أطول، فلا أحد باستطاعته الآن تقدير حجم الخسائر المادية أو الآثار النفسية التي أصابت العديد منهم. محمد المشهر، وسكاي نيوز عربية، قطاع غزة.